درسنا النهارده في الرياضه العقليه هنشتغل على ان احنا نجمع ارقام كبيره مع بعض. احنا بنستخدم ورقه وقلم بس للشرح. طبعا احنا لما بنيجي نجمع او بنطرح او بنعمل اي عمليه حسابيه بالرياضه العقليه ما بنستخدمش لا ورقه ولا قلم ولا اله حاسب، لان كان في ناس بتتسال ليه احنا بنستخدم الورقه والقلم، فدي مجرد للشرح فقط لا غير. النهارده هنشتغل نجمع ارقام كبيره مع بعض ونشوف الطريقه مع بعض. طيب احنا لو قلنا 47 هنجمعهم على 32، هنبدأ بس أرقام سهلة في الأول، الناتج هيبقى كام؟ طيب تعالوا كده نعمل إيه؟ 32 دي مش عبارة عن 30 زائد 2؟ طيب 47 نجمع عليهم ال 30 دي هيبقى كام؟ 77 زائد ال 2 دي بقت النتيجة بتساوي كام؟ 79. الطريقة سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة، بس بتفيدنا أكتر في الأرقام الكبيرة. طيب نجرب رقم زي 67 نجمعه على 28. 28 دي عبارة عن 20 زائد 8. طيب نحسبها كده، 67 و20 كام؟ 87 زائد 8 بتساوي كام؟ 95. طيب نجيب رقم تاني، نجيب 68 زائد 45، هنقول 40 زائد 5. تمام. طيب 68 و40 يبقى عندك 108 زائد 5 بتساوي كام؟ 113. ماشي. طيب تعالوا كده نجرب حاجة أكبر شوية. لو احنا قلنا رقم مثلا زي 538 هنجمعه على 327. طب دي نعملها ازاي؟ طب ما تيجوا كده نعملها كده، 300 زائد 20 زائد 7. طيب 538 لو جمعنا عليهم 300 هتبقى كام؟ 500 300 اكيد 800، يبقى 838. ماشي. طيب 838 زائد ال 20 بتساوي، هيبقى 858 زائد 7. طبعا انا بفسرها واحده واحده، بس احنا لما بنيجي نشتغل هنلاقي في بسرعه معانا، وهنشوف ازاي السرعه دي دلوقتي. طيب عندي 7 و8 15 5، يبقى كده 865. تمام. طيب انا عندي 623 وعندي 159. ال 159 هتبقى عبارة عن 100 زائد 50 زائد كام؟ 9. طيب 623 و100 يبقى 723. 723 و50 يبقى 773، اللي هي دي 773 زائد 9 هتبقى كام؟ 287، 782. طيب لو جينا نقول عندنا، طيب احنا دي عملنا دي. طيب احنا هنجرب بس نعمل حاجة كده، هنقول 759 زائد 496 هتبقى عاملة ازاي؟ الطريقة دي هنقول مثلا الأول الطريقة بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها 400 زائد 90 زائد 6. 759 و400 كام؟ 1159، و90 زائد 90 بيساوي 1159 و90 هتبقى
أربعة اتنين واحد زائد ستة بتساوي. طبعا هي الطريقة دي طويلة شوية، أنا بس حبيت أقولها عشان الطريقة الأسهل هقولها دلوقتي. عندي خمسة خمسة 12، ده الناتج. طيب نتيجة نعملها بطريقة تانية، هعملها بس هنا جنبها عشان تبان نفس الرقمين، 759 زائد 496. طيب مش هي 496 دي بتساوي 500 ناقص كام بقى؟ ناقص 4. لو جمعنا 4 على ده هيدينا 500 صح؟ يبقى احنا هنجمع الرقم ده على ال 500 هيدينا كام؟ 659 ناقص الأربعة تساوي كام؟ آسف يا جماعة معلش أنا آسف، هنا دي 1000، لا دي 1259 معلش، 700 500 1200 59، يبقى 1259 هنطرح منهم الأربعة يبقى 1255. بطريقة أسهل هو نفس الناتج اللي معانا هنا. طيب نشرح حاجة كمان. طيب أنا عندي 3240 هنحط عليهم ال 18، طبعا دي مش محتاجة بقى حاجة لأن 18 وال 40 دول هنجمعهم مع بعض بقت 58 32 تمام. طيب لو احنا قلنا برضو 3240 نفس الرقم بس هنجمعه على رقم تاني اللي هو 72، طبعا مش هتبقى نفس هتبقى معقدة شوية، هتبقى هنا دول لوحدهم 40 و72 كام؟ 112. هنجمع بقى ال 112 على ال 3200 هتبقى 3312 تمام. طيب نجرب أرقام كبيرة شوية، لو عندنا 4560 وعندي رقم 171، طيب نجمع كده هنقول ده بيساوي 100 زائد 71 تمام. هنحط 100 على ده يبقى كام؟ 4660، هنحط عليهم 71 يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 1374 تمام. طيب انا عاوز اشرح حاجة كمان اللي هي ايه بالظبط. هنقول لو انا عندي رقم هنقول 207 هنجمع عليهم 582، هل احنا لازم نفك اللي تحت ونشتغل عليه كده وكذا وكذا وكذا؟ لا انا شايف ان الاولاني اصغر واسهل، يبقى انا هفك اللي فوق مش اللي تحت، يبقى 200 اسف 200 زائد 7 يبقى ال 528 ونحط عليهم 200 هيبقى كام؟ 728 ونحط عليهم 7 بتساوي 537، 735. طبعا احنا هنا بنبين اذا كان الرقم الثاني اكبر يبقى نشتغل على الاولاني، او نشتغل على الاسهل عموما لما نلاقي ان هو بيتفك 200 لوحدها و7 لوحدها، او مثلا لو ده 502 مثلا نعمل 500 لوحدها وال2 لوحدها، نحاول نقسمها لارقام اصغر بحيث لما نيجي نجمع تبقى سهله معانا في الجمع.